السلام عليكم، معكم الشيف الباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. هنايا الحلقه ديال اليوم بغيت نعطيكم واحد الديكور ديال الصابلي باش تشوفوا الطريقه. يعني الصابلي كتكون عجينه ممتازه، اي حاجه بغيتوا تعملوا بها الطريقه الصابلي. وهنا كنزينوه بشوكولا نوار، شوكولا كحله سوداء، وهنا نزوقوها بشوكولا بلون كما كتلاحظوا. وهنا الطريقه ديال التزيين كتكون سهله، يعني كندهنوا كل شيء بشوكولا سوداء وكنجيو نعملوا واحد الكورني وكنمشيو معها بهذه الطريقه هذه هكذا. كنستمر معها حتى كنساليو كل شيء. وهنا كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء. وكل اللي شاف هذا الفيديو كنطلب ليه يكون من اهل الجنه الفردوس ان شاء الله، وكنتمنى لكم كل حاجه اللي كتمنوها في حياتكم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه. والصابلي يعني راه كيكون راه عندي فلاشين يعني في القناه، يعني جميع الحلويات ديال الصابلي تقريبا عجينه واحده تقريبا، يعني ما كيكونش الفرق بزاف، ولكن اي عجينه عملتوها كتطلع رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تعملوا لايك الفيديو والبارتاج، واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك ويتبع الحلقات كامله الى بغى يستفد. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.